بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ إن شاء الله. أول حاجة نعملها إن إحنا نبني الـ API. عشان نبني الـ API و RESTful API ده محتاج مننا شغل كتير، ومحتاج نعرف يعني إيه ويب سيرفر، ومحتاج مننا نبني كل حاجة على الويب، وبعد كده نبني الـ API وكود وكلام من ده. ففي موقع اسمه موكارو. الموقع ده بسيط جداً، وهو أقوى حاجة فيه إن هو بسيط وقوي جدا، ويمكن استخدامه في حاجات مختلفة كتير. فإحنا هنستخدمه عشان كمان يعمل لنا الـ API، يعمل لنا كمان الـ API، لأنه بيقدر يعمل ده. لأنه بيقدر يعمل ده، يعمل لنا الـ API لأنه بيقدر يميك الـ API. هو أنا هدي على نبذة الأول. هو موقع بتقدر ترسم فيه التيبل اللي أنت عايزه، تحط الفيلدز اللي أنت عايزها، وتزود فيلدز لو أنت عايز، تحط معادلات معينة لملء البيانات، تقدر تحدد نوع البيانات اللي انت عايز تملاها من هنا. هنشوف مثال، وهو بيجنريت ليك الداتا. هو اصلا جنريتور، يعني هو داتا جنريتور، وهنستخدمه في حاجات كتير. كل مهمته انه بيجيب لك بيانات عشان تعرف تشتغلها، بدل ما تروح تدخل بيانات يعني ده في الاصل. والبيانات دي تحدد هنا عددها، وهنا بتحتاج تختار النوع زي سي اس في فايل طلع لك، او جيسون، ممكن يطلع لك اس كيو ال، في حاجات حديثه زي كاسندرا وزي الفاير بيز، ويقدر يطلع لك اكسل واكس ام ال. يعني خلاصه هو مميز جدا في جنريتنج الداتا. يعني لو انا مثلا قلت له هو قايل لي مديني اكزامبل اي دي وفيرست نيم ولاست نيم وايميل وجندر واي بي ادرس، تقول له شيل الاي بي ادرس مثلا، وهتحط السالري مثلا او كده، فهم جاي قايل له اد وما له سالري. ومن هنا بحدد الحاجات اللي ملاها لي، بتلاقي حاجات كتير جدا. هو ممكن يعني عنده داتابيز كامله فيها بيانات يقدر يملاها. فانا ممكن اقول له والله انا محتاج سالري، مش هتلاقي، لكن ممكن تلاقي ايه، هتلاقي نمبرز. تمام، هتلاقي بقى هنا عندي مثلا النمبرز، هنا فيها كسور وكلام زي كده، ممكن احطها. ممكن طبعا اقول له المينيمم كام، مثلا المينيمم ممكن اقول له 5000 مثلا، والماكسيمم او 3000 زي ما تيجي. والماكسيمم ممكن احط مثلا 100000، وممكن احط الديسمال 2 والى اخره. يعني ما بيديني امكانيات اي دي نيم لاست نيم ايميل جندر مش عارف. ماشي، واقول له مثلا، انا مش هقول له طبعا طلع لي 1000، انا هقول له مثلا طلع لي 10 بس للتجربه. ممكن اقول له مش في شكل سي اس في، طلعه لي بشكل جيسون. تمام، طبعا في اري وفي حاجات كده جميله بيقدر يعملها. على العموم انا ممكن ان انا اداونلود الداتا دي، هيرمي لي ملف في جيسون بالبيانات دي بالظبط زي ما احنا شايفين كده، او اقول له بريفيو. انا هقول له بريفيو كده على طول، بس يوريني الشكل العرض. فهات لي اعمل لك بقى الاري، وعمل لك الاوبجكت اهو. تمام، الاوبجكت لو انتم مش شايفينه اهو، الاي دي كذا، الفيرست نيم كذا، اللاست نيم كذا، الايميل طلعوا لي الميل والمرتب واللي بعده واللي بعد. يعني عمل لي باختصار بيانات اهي، اقدر اداونلودها واشتغل بيها لو انا محتاج. طيب احنا مش محتاجين بس ده. طبعا هو بيديك للحساب المجاني حوالي 1000 روز في المره، يعني ده كويس. احنا مش محتاجين بس ده، انا هضطر ان انا طبعا يعني انا محتاج اساين ان. هقول له انا هساين اب لان ما عنديش اكونت، فهدخل اي ايميل مثلا عندي، يكون ايميل يعني فيك كده ولا حاجه، واعمل اي باسورد يكون سهل عليا افتكره، وكريت اكونت. تمام، لما كريت اكونت بدا يطلع لي حاجات تانية مختلفه. طلع لي حاجه اسمها سكيمز، طلع لي حاجه اسمها داتا سيت، طلع لي حاجه اسمها سيناريوز، اي بي ايز، وهو ده مربط الفرس اللي احنا عايزينه. بس طبعا مش عارف نكريت، يعني لو كريتنا كده اي بي ايز كده هيقول لي اعمل اي سكيما الاول، فانا هعمل سكيما عشان يقدر يكريت للاي بي اي. فاروح على سكيما اقول له انا عايز اكريت سكيما، قال لي ماشي، دي سميناها نيو سكيما، ويلا مديني اكزامبل اعمله. تمام، قلت له انا يعني تعالى نتخيل ان احنا عايزين نعمل مثلا على سبيل المثال الامبلوي اللي احنا كنا شغالين عليه. فقلت له اي دي، وهو بيطلع لي رو نمبر، فيرست نيم واللاست نيم. قلت له خليه النيم وخلصنا، مش محتاجه. هنا هقول له مثلا جوب مثلا، وهنا انا اختار ادور على حاجه تطلع لي بيانات جوب، يعني بحيث ان انا عندي جوب تايتل زي. قلت له ماشي، ايميلز خليها ماشي، جندر خليها ماشي، مش محتاج الاي بي ادرس في شيء. ممكن اقول له السالري بس،
وهروح هنا اقول له انا عايز نمبرز وارقام فيها كسور، وقلنا له مثلا من 3000 لغاية 100,000، وعندنا خانتين ديسيمال عشري. ومثلا وليكن ده التيبل اللي انا عايز اشتغل عليه، وليكن ده التيبل البسيط اللي انا عايز اشتغل عليه، وطبعا جيسون. تمام. طيب طبعا هو يقدر يعمل اوبجكتس وكلام زي كده. لو انا قلت مثلا ايه سالري دوت يعني مثلا نيم، والخانه اللي بعدها اقول نيم دوت فيرست نيم، واللي بعدها اقول نيم دوت لاست نيم، يعمل لك في شويه حاجات حلوه يعني لذيذه، بس احنا هنخش في مربط الفرس على طول. انا هقول له سيف ذيس سكيما، خلاص عشان يسيب لي السكيما. قال لي دي هتسميها السكيما بتاعت ايه؟ قلت له هسميها السكيما بتاعت مثلا الكامباني، مثلا الكامباني سكيما. قلت له سيف كده، هيعمل لي سكيما اسمها كامباني. تمام. وادي البيانات بتاعتها الجميله وكله جاهز وكله زي الفل. تمام. طبعا هنا بيقول لي انت تقدر تجيب البيانات بتاعتك من خلال الكوماند التالي ده ويجنريت لك البيانات. وطبعا ده اي بي اي، يعني هو بيقول لي على اي بي اي موكارو دوت كوم اي بي اي، ومديني كمان اي دي. ده الاي دي ده مهم جدا، احنا اتكلمنا عنه في النظري وقلنا ان ده هو ده بالنسبه لنا اللي هو الاي بي، والرقم ده ده بالنسبه لنا الاي بي اي كي بتاعنا. ده الاي بي اي كي اللي مفترض محدش ياخده، لان اي حد ياخده يقدر ياكسس الداتا دي. انا بالنسبه لي بعلمكم فمفيش مشكله، اكسس زي ما انت عايز. وطبعا هنا الكاونت عدد السجلات اللي انت محتاجها، وادي الكي سوري ادي الكي ده الكي معلش سوري انا هنا قريت ده غلط. ده الكي بتاعنا اللي هو ايه، وفي سي وسي وفي بي، هو ده الكي بتاعنا. على العموم وبيقول لي جرب، انا مش هخش في التفاصيل دي، لكن انا عايز اكريت اي بي اي، انا مش فاضي الكلام ده، انا داخل انا جاي لك عشان اعمل اي بي اي، مش ناوي اخش في تفاصيل الدنيا دي، انا محتاج اكريت اي بي اي. قال لي ماشي انا هعمل جيت. طبعا احنا عرفنا ايه جيت، وعرفنا ايه بوست، وعرفنا ايه بوت، وعرفنا ايه ديليت. جيت عشان اجيب كل البيانات او اجيب حاجه من البيانات، بوست اضيف، بوت اعدل، ديليت احذف، هو ده اللي انا محتاجه دلوقتي. هو مدينا امثله هنا وموضحنا كل حاجه. قلت له انا هشتغل على جيت. قال لي كامباني، قلت له لا هشتغل يعني اللينك هيبقى اسمه امبلويز، هو بيحطها دوت جيسون مش فارقه، في بعض المواقع بتقول لك ما تحطهاش دوت اي حاجه وخلاص مش فارقه. تمام. قال لي السكيما اللي اسمها كامباني هتجنريت 10 روز. احنا لو احنا عايزين نجنريت يعني مثلا نتخيل سكيما اسمها كامباني، يعني هيجيب البيانات كلها من بنفس السكيما اللي احنا كريتناها من شويه، وهيجنريت لك 10. طبعا انت محتاج تجنريت 100، تجنريت لغايه 1000 ما عندوش مشكله، انا هخليها 10 عشان نقدر بس البيانات تبقى متشافه وتبقى واضحه. ده الهاندلر السكريبت بالشكل ده، هيجنريت ليست من 10 بيانات شبه السكيما اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها كامباني. ده شكل السكريبت البسيط اللي هو عامله. وادي اللينك اللي انت تقدر توصل بيه. انا الاول يعني هكريت الاي بي اي الاول، بس ادي الاي بي اي كريتت عشان تبقى موجوده. لو انت عايز تشوف قال لي ممكن تخش على اللينك ده وتشوف ايه هو اللي يهمني في الحكايه دي كلها. ادي الاي بي اي كي اللي انا بقدر اكسس بيه، ده اللي المفترض ما يبقاش مع حد غيرك في المواقع الثانيه او في اي حاجه مهمه يعني. لكن هنا طبعا ده الاي بي اي كي اللي انا من خلاله هقدر اوصل للبيانات اللي موجوده عندي دي، عشان يحس ان يتاكد انها تراستد يعني. وهنا اكزامبل على انك انك ايه تكتب سكريبت بسيط عندهم، مش مشكله. هنا لو انت عايز تخش وتجرب اللي انت عملته ده على البراوزر، يعني عملت كده هيبدا يوريك على البراوزر شكل الداتا زي ما انتم شايفين كده. تمام. طبعا هو بيعمل يعني دامي داتا، يعني بيانات كده اي كلام. طبعا لو عملت ريفريش مثلا هنا كان نيم اجاي مثلا ريفريش، هو كل مره بيجنريت داتا مختلفه لان هو عامل دامي داتا، يعني هو جنريتور يعني، فعامل لك هنا جيفي مثلا مش قضيه، بس هو بيوريك شكل الداتا هيطلع كده، وده صح، ده اللي احنا محتاجينه فعلا. يعني عندنا هو الاي دي رقم 10 والاسم والجوب والايميل والجندر والسالري 100 فل و18. طيب وبرده نقدر ناكسس ده من خلال السي يو ار ال. السي يو ار ال طبعا يعني هو مديك اليو ار ال كامل وبالاي بي اي كي بكل حاجه، ده السنتكس بتاعه اللي هو ايه، ان انا ممكن اخش على السي ام دي هو مكتب اليو ار ال دوت، فهو يجنريت لي ويجيب لي من الورد ويحط لي. تمام. يعني هو عمل ريكوست كده للاي بي اي وجاب الداتا، وده برده طريقه معروفه. احنا مش عايزين ولا دي ولا دي، عايزين نكتب كود في البايثون صحيح، لكن انا بس حبيت ان طبعا هنا شويه ملاحظات وهنا شويه ايرورز تطلعها ازاي، وهنا لو عايز تعدل في الريسبونس مديك اكزامبلز يعني بحيث تستعجل يعني، هو على البسيط كده. على العموم قبل ما اخش في تفاصيل اكتر من كده، انا المفترض ان الاي بي اي دي كده كريتت، ودي بتجيب لي المفترض
بتجيب لي 10 بيانات موظفين، بقت من الكارير هي لو ضغطت على اي بي ايز بقى عندي اول واحده جيت على امبلويز دوت جيسون، ودي بتجيب لي 10 تجيب لي 10 موظفين. المفترض ان احنا نبدا نكتب بقى ايه اليو ار ال اللي معايا في البايثون بحيث انا ادي على اللي موجود على الويب ده ويرد عليا ويجيب لي بيانات. هنشوف ده في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله.